ذكرت هذه الملاحظة في السنوات الماضية، أعيد هذه الملاحظة مرة أخرى. أول ما هل شهر ربيعنا الأول انتشرت رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأنا أقسم برسول الله وبل الحسين أن رسول الله ما قال، والله ما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا مرة ثانية أقول والله رسول الله ما قال: من بارك الناس بشهر ربيع الأول حرم الله جسده على النار. أقول والله ما قال رسول الله. بحثت حتى عجزت في أمهات كتب الحديث، وحتى مو أمهات كتب الحديث، حتى الكتب اللي ما حد يلتفت لها، بحثت عن هذا الحديث فما وجدت له عين ولا أثر. وفي تناقل الحديث بعض المؤمنين يبي يقول لك والله عشان يخلي نفسه من المسؤولية الشرعية، شو يكتب؟ منقول. منقول عمي ما يعفيك على المسؤولية الشرعية. من نسب لرسول الله صلى الله عليه وآله قولا ما قاله رسول الله فهو مفتر كذاب على رسول الله، كذاب. ويدخل في ضمن من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله: سيكثر علي الكذابون. كذاب من ينقل مثل هذا القول ويقول قال رسول الله، كذاب مفتري على رسول الله. هذا أولا. ثانيا، أبارك راه شهر ربيع الأول بأي مناسبة؟ بأي مناسبة أبارك شهر ربيع الأول؟ نعم في شهر ربيع الأول مولد النبي، لكن أول الشهر تعال، أول شهر ربيع الأول رسول الله صلى الله عليه وآله بعد جثة لم تغسل ولم تكفن. ترى دخل شهر ربيع النبي صلى الله عليه وآله مات 28، استشهد النبي 28 صفار، 3 أيام النبي ظل بلا غسل ولا كفن، يعني غسل النبي يوم 1 ربيع. شو تبارك يعني؟ ما أدري، تبارك أن النبي ما غسل؟ شو تبارك؟ تبارك أن القوم في أوائل شهر ربيعنا الأول هجموا على دار فاطمة؟ تبارك أن القوم ربوا أضلاعها، أسقطوا جليلها، لطموها، فعلوا أفاعيلهم بابنته الزهراء؟ شو تبارك؟ تبارك مثل الليلة القادمة على رواية أنها شهادة فاطمة المعصومة أخت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، على بعض الروايات باشر ليلة يوم الجمعة يوم 4 من شهر ربيع الأول رحيل واستشهاد السيدة فاطمة المعصومة، مكظومة محزونة مألومة موجوعة على استشهاد أخيها الرضا. شو تبارك؟ تبارك يوم 5 من شهر ربيع الأول استشهاد السيدة سكينة بنت الحسين صلوات الله وسلامه عليه، المظلومة المقهورة المضروبة المهانة. تبارك يوم 8 ربيع الأول استشهاد مولانا الإمام العسكري صلوات الله وسلامه. يا مؤمن يا مؤمنة، إذا جاك مثل هالكلام ضعه في الميزان، وزن بميزان الإيمان، بميزان التقوى، بميزان العقل. وإذا أنت مو من أهل الحديث ومو من أهل العلم، أرجع هذه المسألة لأهلها، سل العلماء اللي هذا شغلهم، هذا عملهم، هذا الحديث صحيح لو مو صحيح. قبل 2 أو 3 سنوات كتبت عن حول هذا،
وقام علي واحد: انت تكذب احاديث رسول الله. قلت له: انا اعطيك من الان، مو بعد سنة، من الان الى ان واحد منا يتوسد التراب، اذا انا مت ولا انت مت، واحد منا اللي يسبق الثاني يجي يثبت هذا الحديث. انا الى ان اموت اقول هالحديث ما له وجود، وأن ناقله كاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. عاد كاذب بالخطأ، كاذب بالعمد، ويا رسول الله ينجاز. لكن بعد التنبيه، أكو بعض الناس مهما تنبه يصر، عنده إصرار، خلاص هو مقتنع بهالأمر. عمي ما يصير. أحبائي أعزائي موالي الكرام، أنا أقل خدامكم، لكن الله الله في أنفسكم، الله الله في تناقل مثل هالأحاديث اللي ما لها صحة.